በመላው ሀገራችን እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ውጭ ባሉ አካባቢዎች ላይ ለሞጣ ወገኖቻችን ድጋፍ እየተደረገ ነው። እዚህ መድረክ ላይ ዛሬ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ ተአምር እናያለን። ኢንሻአላህ ብሉ እስኪ። ኢንሻአላህ ዝግጁ ናችሁ? ኢንሻአላህ ሙስተዒድ ናችሁ? ኢንሻአላህ ባረከላሁኩም። ይህንን ፕሮግራም እናስጀምረው በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቃል ይሆናል። ይህንን የሚያሰማን ደግሞ የምንወደው የምናከብረው ወንድማችን ቃሪ አንዋር ከድር ይሆናል ማለት ነው። አንዋር ከድር ወደ መድረክ እንጋብዛለን። በቁርአን ፕሮግራሙን ጀምር ግን ባረከላሁ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون جزاك الله خير الله أكبر الله أكبر